بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 41. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. والمراد بأهل الأعذار المريض والمسافر والخائف، هذا جماع الأعذار. وهذا مما يدل على أهمية الصلاة وأنها لا تسقط بحال من الأحوال، لا عن أهل الأعذار ولا عن غيرهم، ما دام عقل الإنسان باقيا وإدراكه باقيا فإنه لا تسقط عنه الصلاة، وإنما يصلي على حسب حاله ومقدرته، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويدل هذا أيضا على سماحة هذه الشريعة، وأنها لا تكلف الناس الحرج والعنت. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله، شكرا لله. ومن سماحة هذا الدين أنه شرع لأهل الأعذار ما يتناسب مع أحوالهم في أداء الصلاة. فالمريض يصلي على حسب حاله، والمسافر يصلي كما يأتي، يباح له القصر ويباح له الجمع، والخائف يصلي على حسب حاله. وكل هذا كما أشرنا يدل على أهمية الصلاة وأنها لا تسقط بحال من الأحوال ما دام عقل الإنسان باقيا وإدراكه موجودا، لأنه لا يزول عنه التكليف إلا إذا زال عقله وإدراكه. وهذا مما يغلط فيه بعض الناس الجهال من المرضى الذين قد يكونون في المستشفيات لإجراء عمليات، فإنهم يتركون الصلاة مدة إقامتهم في المستشفى وعلى سرير العملية أو سرير المرض، ويقول: إذا خرجت من المستشفى قضيت صلاتي، الصلوات التي علي. وهذا غلط عظيم، وترك للصلاة بسبب الجهل. فلا يجوز للمريض أن يترك الصلاة، ولكن يصلي على حسب حاله ولا يخرجها عن وقتها. نعم، فهمكم الله. قال رحمه الله:
تلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه. هذا مأخوذ من الحديث، من الحديث الشريف، قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. فإن لم يستطع القيام من أجل المرض فإنه يصلي قاعدا على الأرض، ويومئ بالركوع ويومئ بالسجود، يومئ برأسه، يومئ برأسه ورقبته بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وليس الإيماء باليد كما يظن بعض الجهال أو بالأصبع، وإنما الإيماء بالرأس والرقبة. فإن عجز عن الصلاة قاعدا، القاعد له حالتان، إذا صلى قاعدا لعجزه عن القيام فله حالتان. الحالة الأولى أن يكون يقدر على السجود في الأرض، فهذا يسجد على الأرض كالمعتاد. أما إذا كان لا يقدر على السجود على الأرض فإنه يومئ بالسجود كما ذكرنا سابقا. وأما الركوع فإنه يومئ به على كل حال إذا كان قاعدا، يومئ به إذا كان قاعدا، لأن الركوع إنما يكون من قيام إذا أمكن. قال: فإن عجز يعني عن الصلاة قاعدا، فعلى جنبه، ووجهه إلى القبلة، يكون على جنبه الأيمن، هذا هو الأفضل. وإن كان على جنبه الأيسر جاز، لكن لا بد أن يكون متوجها بجسمه إلى القبلة، بوجهه وجسمه إلى القبلة وهو على جنبه. ويومئ بالركوع والسجود برأسه كما سبق. نعم. فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. وإن صلى بدل صلاته على جنبه، إن صلى المريض مستلقيا على الأرض، وصح ذلك بشرط أن تكون رجلاه إلى القبلة، لما جاء في بعض روايات الحديث: فإن عجز فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة، جاء هذا في بعض روايات الحديث. أما لو صلى مستلقيا ورجلاه إلى غير القبلة فإنها لا تصح صلاته مع القدرة، لأنه حينئذ يكون ترك شرطا من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. نعم. ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع كما سبق. يومئ راكعا وساجدا، راكعا هذا لا إشكال فيه، وساجدا هذا كما مر التفصيل فيه، إذا كان قاعدا وهو يقدر على السجود على الأرض فإنه يسجد، وإن لم يقدر فإنه يومئ. ويخفضه يعني يخفض الإيمة بالسجود عن الإيمة بالركوع، ليتميز هذا عن هذا. نعم. فإن عجز أومأ بعينيه، ما سبق محل الإجماع وللحديث الشريف، لكن هذه الحالة، فإن عجز عن الإيمة برأسه أومأ بعينه، هذا محل نظر، لأن الحديث الوارد بالإيمة بالطرف أو بالعين غير صحيح، وإنما الأحاديث الصحيحة توقفت عند صلاته على جنبه أو مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويومئ برأسه وبركوعه وسجوده. أما الإيمة بالعين فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ومن هنا يقول المحققون أو بعض المحققين من العلماء إنه لا صلاة عليه في هذه الحالة. نعم. فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر،
فإن قدر من صلى قاعدا قدر على القيام في أثناء الصلاة لزوال العارض فإنه ينتقل إلى القيام، وإن كان بدأ صلاته وهو جالس، أو بالعكس بدأ الصلاة قائما ثم عرض له مرض فإنه ينتقل إلى الجلوس يصلي قاعدا، أو أنه بدأ الصلاة وهو قاعد ثم عرض له ما يقتضي أن يكون على جنبه في أثناء الصلاة فإنه ينتقل إلى كونه على جنبه مستقبلا القبلة، أو بالعكس كان يصلي على جنبه ثم زال عنه المانع واستطاع أن يصلي قاعدا فإنه ينتقل إلى القعود. نعم، وهذا معنى قوله فانتقل إلى الآخر، يعني إلى الحال الآخر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وبسجود قاعدا. نعم، إذا قدر على بعض أفعال الصلاة وعجز عن بعضها فإنه يؤدي ما يقدر عليه على الصفة المشروعة، ويؤدي ما عجز عنه على قدر استطاعته. فمثلا قدر على قيام وقدر على القعود لكنه لا يقدر على الركوع ولا يقدر على السجود، فإنه يومئ بالركوع قائما لأن هذه حالة الركوع، ويومئ بالسجود من قعود لأن هذه حالة السجود. نعم. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات بقول طبيب مسلم. نعم، إذا كان المريض يستطيع أداء الصلاة قائما، يستطيع أداء الصلاة قائما لأن المرض لم يبلغ به إلى حد العجز عن القيام، لكن قال له الطبيب إذا صليت على جنبك أو مستلقيا أمكن علاجك، وإذا لم تفعل هذا فإنه لا يمكن علاجك أو ربما يزيد عليك المرض. فله أن يأخذ بقول الطبيب ويصلي قاعدا إذا قال له صلي قاعدا، صلي مستلقيا إذا أو على جنب إذا قال له ذلك، أن هذا أصلح للعلاج. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقول الطبيب يعتمد في هذا لأنه صاحب الاختصاص، الاختصاص فيقبل خبره، لكن هنا يقول بشرط أن يكون مسلما. هذا إذا أمكن، وجود أطباء مسلمين فإنهم يؤخذ تقريراتهم وأقوالهم لأنهم أهل الثقة، وإن لم يوجد طبيب مسلم فإنه يؤخذ بقوله ولو لم يكن مسلما لأنه من أهل الاختصاص في هذا الشأن. نعم. ولا تصح صلاته قائدا في السفينة وهو قادر على القيام. هذا الصلاة في السفينة في البحر. نعم. السفينة من مراكب البحر، قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، لكنها مثل وجود الإنسان فيها مثل وجوده داخل حجرة أو داخل منزل، فإنه إذا كان في السفينة فإنه يصلي كما لو كان في البر، من قيام وركوع وسجود غير ذلك من أعمال الصلاة، لأنه عبارة أنه في حجرة من الحجر. أما إن صلى قاعدا في السفينة مع قدرته على القيام فإن هذا لا يجزيه، لأنه ترك القيام من غير عذر،
ومثل ذلك في السيارة والطائرة، في داخلها ما يشبه المنزل، فيصلي في الطيارة وفي السيارة على حسب ما يمكنه من القيام والركوع والسجود، كل ما أمكنه ذلك. فإن لم يمكنه الصلاة قائما فإنه يصلي قاعدا في السفينة، في السيارة، في الطائرة. وهذا في السيارة التي لا يتمكن من إيقافها لكونها بيد غيره، ولا يتمكن من إيقافها. السيارة فيها يعني جمع كثير، أما السيارة التي تحت اختصاصه وتحت تصرفه فإنه يجب إيقافها للصلاة والصلاة على الأرض. نعم، صلى الله عليكم. لكن لو أن السيارة أو الطائرة ستستمر في السير إلى ما بعد خروج الوقت، إلى ما بعد خروج الوقت، وهذا الوقت لا يمكن جمعه مع ما بعده جمع تأخير، فهذا يصلي على حسب حاله، في سفينته أو في سيارته أو في طائرته على حسب حاله. أما إذا كانت الرحلة ستنتهي قبل خروج الوقت فإنه يؤجل إلى آخر الوقت. الحمد لله. أو أن هذه الصلاة يصح جمعها مع التي بعدها كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، فإنه ينوي الجمع ويصلي جمعا إذا نزل من الطائرة أو من السيارة أو من السفينة. نعم. ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بوحل لا لمرض. نعم، من الأعذار في الصلاة على الراحلة إذا حصل التأذي لوحل، إذا حصل التأذي بالوحل، لو نزل وصلى على الأرض فإنه يتأثر بالوحل والطين. نعم. يتأثر بالوحل أو الطين لكون الأرض ممطورة، يمشي السيل على ظهرها وفيها طين، فإنه يصلي على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع أصحابه لما حانت الصلاة والسماء من فوقهم يعني المطر والبلة من تحتهم، أمر المؤذن فأذن ثم تقدم صلى الله عليه وسلم على راحلته وصلى بأصحابه وهم على الرواحل، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. لا لمرض، يعني لا يصلي المريض على الراحلة، لأن صلاته على الراحلة أو صلاته على الأرض سواء في هذا. نعم. فينزل إذا أمكنه النزول، إذا أمكنه النزول ينزل ويصلي في الأرض، وليس المرض عذرا له في أن يصلي على الراحلة ما دام أنه يقدر على النزول إلى الأرض. أما إذا كان لا يقدر على النزول إلى الأرض لمرضه، أو أنه إذا نزل لا يستطيع الركوب، أو إذا نزل تفوته الرفقة، فإنه في هذه الأحوال يكون معذورا يصلي على الراحلة لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال رحمه الله: فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين هذا إذا فارق عامر قريته. هذا هو النوع الرابع، النوع الثاني من أنواع أصحاب الأعذار، وهو المسافر سمي مسافرا لخروجه من البلد، من سفر الشيء إذا خرج وبرز. والأصل في صلاة المسافر الكتاب والسنة والإجماع. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة.
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فجعل السفر سببا لقصر الصلاة. وأما قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فهذا ليس بقيد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لماذا نقصر وقد أمنا، قال صلى الله عليه وسلم تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته. وأما السنة فثبتت السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر يقصر الصلاة من حين يخرج إلى حين يرجع، وأجمع المسلمون على ذلك والحمد لله. فدليل رخصة السفر الكتاب والسنة والإجماع، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده وتسهيله لهم أمور العبادة. لأنهم لو أنهم صلوا صلاة تامة في السفر شق ذلك عليهم، وربما عوقهم عن سيرهم، ولو تركوا الصلاة لتركوا فريضة من فرائض الإسلام، ركن من أركان الإسلام. فالله جل وعلا جمع لهم بين المصلحتين، مصلحة مواصلة السفر ومصلحة أداء العبادة على الوجه الميسر الذي لا يشق عليه على المسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. اشترطوا لقصر الصلاة في السفر شروط ذكرها هنا. الشرط الأول أن تكون مسافة السفر أربعة برد، أربعة برد أي 16 فرسخا، ومقدار هذه المسافة يومان للراحلة بدبيب الأقدام وسير الأحمال، يومان للراحلة، وتقديرها بالكيلو الآن 80 كيلو تقريبا، 80 كيلو تقريبا، لأن السفر الذي تقصر فيه الصلاة ما يبلغ مرحلتين، والمرحلة 40 كيلو، المجموع 80 كيلو هذه المسافة. فإن كان السفر دون 80 كيلو فإنه لا يجوز له القصر لأنه لا يعد مسافرا. هذا شرط. وقوله سن له القصر هذا يدل على أن القصر سنة، أنه سنة وليس مباحا فقط وإنما هو مستحب. فالقصر أفضل من الإتمام، القصر أفضل من الإتمام أخذا برخصة الله سبحانه وتعالى. وقوله رباعية ركعتين، سن له قصر الرباعية ركعتين، المراد بالرباعية الصلاة التي هي 4 ركعات كالظهر والعصر والعشاء. أما غير الرباعية فإنها لا تقصر، فالمغرب لا تقصر بل تصلى 3 في الحضر والسفر لأنها وتر النهار، والفجر هي في الأصل ركعتين، هي في الأصل ركعتان فلا تقصر، وإنما القصر خاص بالصلاة الرباعية. الشرط الثاني من شروط القصر في السفر أن يكون السفر مباحا، أن يكون السفر مباحا كالسفر لحج أو عمرة
أو تجارة أو زيارة أقارب أو طلب علم أو غير ذلك من الأغراض المباحة، أو نزهة، سفر للنزهة المباحة، سفر للبر. فالسفر إذا كان مباحا فإنه يرخص في القصر فيه، سواء كان سفر عبادة أو سفر غير عبادة. قولكم نزهة مباحة يا شيخ، هل هناك نزهة غير مباحة؟ يخرج بقوله سفرا مباحا السفر المحرم، سفر المحرم، لأن السفر المحرم لا يناسبه استعمال الرخصة الشرعية. والسفر المحرم أنواعه كثيرة، كأن يسافر لزيارة القبور، أن يسافر لزيارة القبور هذا سفر محرم لأنه وسيلة إلى الشرك. نسأل الله العافية. قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أو السفر لأجل البلاد الإباحية، من أجل أن يحصل على شهواته المحرمة، يسافر إلى بلاد إباحية فيها الفجور وفيها الشر وفيها، فهذا سفر محرم لا يجوز له أن يسافر لهذه البلاد. أو السفر إلى بلاد الكفار عموما إلا بالرخص الشرعية، أن يكون السفر لعلاج أو لطلب علم لا يجده في البلد، أو لتجارة، يسافر لتجارة مع قدرته على إظهار دينه. أما بدون ذلك فإن السفر إلى بلاد الكفار يكون محرما، فهذا لا يناسبه الرخصة لأنه سفر محرم، والمحرم لا تستباح به الرخص الشرعية. الشرط الثالث إذا فارق عامر قريته أو فارق خيام قومه، يعني لا يجوز السفر، لا يجوز القصر ولا الإفطار في رمضان للمسافر إلا إذا برز من البلد، إذا برز من بلده وخرج منها. أما ما دام داخل البلد فإنه لا يبدأ القصر ولا الإفطار في رمضان، لأنه حينئذ لا يكون مسافرا ما دام في البلد، وإنما يعد مسافرا إذا برز. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة من حين يخرج، يعني من حين يخرج من البلد إلى أن يرجع. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان هذا آخر ما سمح لنا به وقت هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع الاختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح، وشكر لكم حسن استماعكم، وتقبلوا تحية زميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.